برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء، وضيوفنا لليلة تكيم أرباوي، قيس الشيخ نجيب، جورج الراسي، جوال حاتم، وبيبي جو إلي أحوش، إيناس أبو عياش، ريمون صقن، جيل قنصل، وجان بول بيتار، وصديق البرنامج نعيم حلاوي. بونسوار. يعني مش موفقين معك، ساعة منجيب لك الأمن، ساعة منجيب لك القضاء كله. ايه القضاء. ساعة منجيب لك، يعني اليوم شو؟ اليوم هيئته القضاء، بس حلو التنويع يعني معلش. بس الأمن هذيك المرة كان في شيء قصة عنصرين من الأمن، مش شخص واحد يعني. صح. أشياء لها علاقة بالرقابة وأشياء ثانية مدري شو. حلو. رح يراقبوا لك الفيسبوك الخاص فيه. لا لا يعمل شو؟ قال عم تنزع الشباب بالنكت. لا لا بالعكس، عم يتسلوا كثير وعم يتسقفوا. مين عامل له فولو لنعيم على الفيسبوك؟ قولوا إيه حتى لو مش عم يقول. الليلة نعيم بالتلاميذ اللي جايين لعنا من الكارميليت الفنار، اهلا وسهلا فيك. باكوان ما عندهم يعني تقديم السنة. نعيم حرام عنده تقديم، باك تو نعيم. بس عم بيدرس منيح. لا خلينا في افادات في افاده او لك السنه، قصدي في افاده من الدرس. ما ايه اكيد ما تفهميني غلط. ايه لا اكيد ما راح بالي لبعيد. خلينا نستقبل طبعا معالي الوزير، مع انه ما بحب هالتسميه. هلا راح يفسر لنا ليش، ونبلش معه اكيد حوار شيق. يلا. شو رايك ضيفنا الليله؟ عليهم. ضيف من الوزن الثقيل اخلاقيا واكاديميا، وله تاريخه الكبير، فخلينا نبلش معه. اوكي. وهلا حديث البلد مع شكيب أرطباوي. مساء الخير شكيب أرطباوي، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. شكرا. حضرتك محامي بغنى عن التعريف، سبق وتبوأت اهم المناصب من نقيب للمحامين وصولا لوزير للعدل، وانت اليوم عضو بتكتل التغيير والاصلاح، وضيفنا للمره الاولى بحديث البلد لنعرف رايك بالعديد من المسائل القانونيه اللي عم بتكون مثار جدل مؤخرا. شكيب قرطباوي بتكره لقب معالي الوزير وبتفضل لقب نقيب. صحيح. وحتى لما سكرتيرتك بتقول لحدا مع الوزير حابب يحكي معكم تكل عايطه. ايه ما بحب الالقاب. كل عمري كل وقتي ما بحب الالقاب ولا بشوف لها اي معنى. شو يعني فخامه الرئيس، وشو يعني دوله الرئيس، ومعالي الوزير، شو ضد معالي الوزير؟ واطي عالي. يعني ما بحبهم الالقاب. بس حلو الالقاب فخامه الرئيس، ما بتحبه؟ المركز حلو. ايه. بس شو بتقدم كلمة فخامة؟ شو بتقدم؟ يعني بدك تقول الرئيس. أنا ضد كل هالألقاب. أنا بدي ليش عنا بالعالم العربي؟ فهمت؟ فاهمين عليك كثير. عم تجرب تاخذني مطرح ثاني، صعب شوي. طيب بتحب لقب الرئيس؟ لكن لقب حلو أكيد، ومجبورين نسمي. شو بتسمي الرئيس؟ لا بس أنا المنصب. المنصب المنصب حلو لأصحابه. ما بتطمح له؟ لأصحابه. ما بحياتي حبيت الألقاب. نعم. كل عمري هيك، والنتيجة الإنسان اللي بيبقى راسه على كتافه بعتقد هو اللي بينجح. بيقولوا ملأ السنابل تنحني تواضعا. فبعتقد اسمك اليوم أكبر من كل الألقاب. بس شوف شو بيقول غسان الرحباني عن يلي بحبوا اللقب. يا معالي الوزير خفف لي هالتزمير، ويا معالي الوزير خفف لي هالتزمير، الناس كلها المواضيع.
المواكب، عن بعض المواكب اللي بيزمروا كتير ووقفوا العالم على جنب ولا مرة كان معي موكب. ما أنا بعرف حتى بالمشي بتسبق المرافقين، بس كنت وزير للعدل، كنت لما تقطع لتروح على العدلية أوقات من الوزارة ما يلحقوك، يعني بتمشي قدامهم وبتنساهم أنه موجودين. خبرك أول قصة صارت معي، أول ما تعينت وزير الرئيس سليمان طلب مني مثله بطرابلس، كان في مؤتمر للمحامين. نعم. قلنا لهم إيه، يعني أول مرة بوقع الصبح 7:30 قال لي مرتي ليك في موتوسيكلات، طلعت شو هود الموتوسيكلات، يعني ما حدا ما إجا بفكري إنه إيه. ما خطر على بالي. نزلت حكيت وقلت لهم ليكوا شباب، أنا لما ببقى مارق على الطريق وبشوف موكب وبصير يعمل هيك ويزمر، معلش بحكي كلام كبير، بحكي كلام كبير للموكب وللي فيه. ما بدي حدا اليوم يحكي لي كلام كبير، تمشوا على رواق، ممنوع التزمير، لأنه خلص وصلوا خبيط، مشينا خبيط بس مشينا رايحين على طرابلس. بأكد لك بعد فترة ضيعتهم على الطريق، وهي كانت من يومتها سبقتهم يعني ولا شو صار؟ سبقتهم ضيعتهم بعرف يعني اتخلص من يومتها صار منهم. يجيني دائما يجيني من القصر إذا بدي مثل رئيس الجمهورية، يجيني دون دراجات بناء لطلب معالي الوزير. أنا عملت استثناءات كثيرة حتى بالنقابة رح نحكي عنها بشكل طبيعي، لأنه أنا هيك ما بشوف إلا معنى أبدا حدا يتميز على حدا بالبلد إلا بالمسؤولية. صح. شاكيب بتبوي، من الإشكاليات القانونية المطروحة اليوم التسوية اللي عم بينحكى عنها بخصوص الفنان فضل شاكر، قانونيا ومن العين القانونية المجردة، هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ يعني رح أقول لك شيء، معلش يقبلوا من المشاهدين، أنا محامي ونائب محامين سابق ووزير عدل سابق. نعم، عشان هيك يعني مرجع قانوني القانون يعني القانون شوي ضعيف بلبنان حتى ما نقول أكثر من هيك، بس برضو تسوية، كلمة تسوية على قضية مثل هي ما بتجوز إطلاقا. أولا في قرار ظني طالع وفي محكمة وهي بتحكم، هذا بنكون عم نهين القضاء. نعم. تسوي شو تسوي؟ يعني مش المحكمة بتقرر، نحن منقرر سياسيين أو غير سياسيين، منكون عم نهين الشهداء وعم نهين الشعب اللبناني، لأنه يشرف كل واحد عليه قرار ظني بروح على المحكمة والمحكمة صح. بتقرر عليك ولا ما عليك، بس هاي بتسويات، هودي أمور تزعجني كتير وبحس إنه إهانة شاملة، لأنه مش هيك بتصير الأمور. في محكمة بريء، محكمة بتبريه. نعم. مش سياسيين بركبوا تسوية ما بعرف ليش. نعم. شاكيب قرطباوي، أنت من كفر سلوان المتن. نعم. خلقت سنة 1945 وتربيت بشتورة. ما بعطي عمري إن شاء الله. لا أبدا. عمر طويل يعني حقيقة، هيدا لأنك سبورتيف كمان. شوي لا مش كتير سبورتيف بس بحب المشي. نشيط، بتقعد ساعات طويلة من العمل وبالمشي سريع، يعني عندك اسم الله بشتغل كتير. نشاط يعني. خلقت لكينا سنة 1945 وتربيت بشتورة ببيت بيتألف من أربع خلقنا بشتورة، أهم كفر سلوان خلقنا بشتورة. والدك مزارع، ما في احلى من اولاد الضياع وما في اشرف من الزراعه. مزارع وكان عنده ترمبه بنزين، وكان عنده صح ترمبه، لا تزال ملك لنا ومأجرينا. والدتك اصرت انكم تتعلموا بافضل المعاهد، انتسبت للقسم الداخلي بمدرسه الفرير ماريست بجونيه بعد قبل ما تصير الشانفيل، كانت بجونيه صح بعد المرحله الابتدائيه. صحيح. وفيها ابتديت تهتم بالسياسة وتحديدا بتوجهات العميد الراحل ريمون قدي، وهيك انضميت للكتلة الوطنية سنة 68. صحيح. كنت مع ريمون قدي وبالكتلة الوطنية، بس كنت تتنقوز على رئيس شهاب. بالمدرسة الفرير عندك اخبار كثير عنها، بمدرسة الفرير ماريست اللي اليوم صارت المركزية. نعم. في بين هالمدرسة وبيته، مش عم نحكي قصر رئاسي، بيته الخاص طريق 5 أمتار أو 6 أمتار. نطلع على سطح البنية وكان في شرطة عسكرية طبعا. نعم. عم تحمي رئيس الجمهورية. مرة هيك عم نطلع من فوق شي الساعة 5 بعد الظهر، إنسان عادي لابس روب دو شامبر عم بيتمشى هو مرته بالجنينة، شفته هيك طلعت هيك، نحن كنا ضده لكن المكتب الثاني هاجس، يعني نحن شباب وحريه ومبادئ وديمقراطيه، بالمقابل في مخابرات ايه يعني. مخابرات وهيك، دونك كنا ضد الشهابيه بفترتها. بس طلعت هيك انا لفت لي نظر انه كثير متواضع هالانسان،
لا شفت عسكر ماشيين وراه، طبعا في حمايات رئيس جمهورية في حمايات، بس شفته هيك اعطاني هالانطباع انه متواضع ماشي ومرته عم يحكوا وهيك. بقي المنظر هلا بعدني بتذكر كيف كان وشو كان لابس، كيف روب دو شامبر. ليه ما صورته؟ ما كان معك تليفون تصوره دغري تحطه على الفيسبوك؟ ايه نحن اليوم ما بنعرف نعملها، وقت ما كانوا بيحلموا فيها. بعدين شو هالرقابه القصوى المشدده وقدرتوا تتفرجوا عليه يعني انه تشوفوه؟ بركي حدا كان ايام سلام يعني كمان ايه ما كانت. والعسكر كنا نحن وياهم اصحاب، ما ضلوا على سطح المدرسه، كنا نحن وياهم اصحاب بيعرفونا تلاميذ. وشباك الاوضه ما كان يبين كمان؟ اوضه النوم؟ لا شباك البرتوار لانه كان في دورتوار. شاكيب ارتبي بتتشارك مع الوزير رمزي جريج مكتب المحاماه نفسه. نعم يعني انتم رفاق بالمهنه و شي 35 سنه صار 35 سنه واخصام بالسياسه اذا بدنا نقول. ايه مش لكن بنتفق على المبادئ الاساسيه الوطنيه. المبادئ الاساسيه بس بالسياسة اليومية لا. هو بينتمي لحزب الكتائب واليوم وزير عن حزب نعم الكتائب. أنا طيار. نعم. بس بالقضايا المهنية كتير الأمور المشتركة. 35 سنة مش مسحة، عشت حياة عمر، عشت عمر. هلأ بيجي لعنا على المكتب بيطلع هيك انه بفكر حاله لو ضايع ولا مش ضايع، بشوفني انا وياه باحلى حال. شاكيب ارتبوي انعرض عليك يعني انت كنت عمال تحكي انه ما بتحب المظاهر وما بتحب الاستثناءات، وهالشيء بين بالنقابه لما انعرض عليك تمدد ولايتك كنائب وتعملها 3 سنين بدل 2، اسوة بكل النقابات اللي كانت رح تتغير وقتها من 2 لـ3 سنين. كانوا عم بيغيروا القانون. نعم. يعني أنا المحامين نهار أحد صباحاً حطوا بالصندوق، عارفين حاطين إنه هذا المحامي عم ننتخبه لـ2 أو ما عم ننتخبه لـ2 اللي معك ضد. فإذا ما حدا بيقدر يعطيني ولا لحظة زيادة. لما انطرحت الموضوع سنة الـ97 إذا ذكرت منيحة بأواخر 96 كنت أنا نائب إنه بده يغيروا قانون المهنة ويصير ولاية النائب 3 سنين، يمكن شغلة منيحة. بس أنا كان شرطي الأساسي 3 سنين لمن يأتي بعدي. أنا ما حدا بيعطيني دقيقة زيادة، الورقة اللي نزلت بالصندوق هي اللي بتحدد لي ولايتي. كنت كتير واضح إنه لن أقبل، ونقابة المحامين بتدعي لانتخابات بنهاية الـ2 على الدقيقة. يعني مثل ما قلت على هالأساس مددوا لغير يعني غيروا قوانين بغير نقابات، وبقيت نقابة المحامين النقابة الوحيدة بالمهنة الحرة لمدة النائب 2. لهلا وبعتقد منيحة 2. يعني يا ريت الناس بيتعلموا من مناقبيتك وبقية السياسيين. يعني هذا هي الأصول. طب إذا أنت حطيتي لي ورقة أن تحترم رأي الناخب يعني لـ2 أو ما حطيتي لي، ما حط لي بيبقى ناطرني أمتى بدي فل، واللي حط لي أعطاني سقته لـ2 كيف باخذ أنا 3؟ شاكيب ارتباوي بأواخر 73 تزوجت من زميلتك المحامية أرلات القيم. صحيح. واليوم عندكم صبيان وبنت، الله يخليهم، شابين وصبية يعني. شابين وصبية. صحيح أنه ماتر أرلات افتكرتك بالأول أمين صندوق الضمان الاجتماعي؟ لا لك كيف، هيدي عندي صديقين. نعم. محامين. نعم. تجوزوا كمان. نعم. كنت أنا أصحاب معهم وأصحاب هني مع كوبل محامين أصدقاء يعني. ايه وهني أصحاب مع أرلات اللي. نعم. صارت مرتي. نهار مرتي محامية الضمان الاجتماعي. نعم. ناطرة بالعدلية بده يجي أمين الصندوق للصندوق الوطني. نعم. يقبض شيك من دائرة التنفيذ. نعم. وتأخر وملبكة عم بتقول له للزميل المحامي وين هو، ما اجى امين الصندوق شافني جاي. قال لها لك وين هو امين الصندوق، ما بيسوى هذا امين الصندوق. كان اول مره بحكي انا ومرتي اول شيء قبضتها جد ولا لا عرفت لا انه ما بتعرف؟ تمام. بس انه طلعت مثل نكته من زميلي. وهي كانت اول مره بحكي انا وارليت اللي صارت مرتي. هلا مين امين الصندوق بالبيت بينك وبينها؟ مين بيستلم المصاريف وال... كل شيء هي. الاداره بعدها من وقتها. كانت يعني شايفها من قبل حاطت عينك عليها ولا كان اول لقاء؟ لا اول لقاء هنيك بتذكرها من الجامعه، كنت اعلى منها بالجامعه. بتذكر مره لمحتها هيك لفتت لي نظري بس كانت يعني عجبتك وقتها؟ ايه انه مش انه ما بلاش يعني بنص على القد. وهذيك الايام كنا نتلملم شوي اكيد ما كان يعني كان في يمكن خجل اكثر. ايه بالمقاربه يعني طبعاً. يعني ايام هيدي الخجل نعيم. ايه كانت مش سمعان بالكلمه. هو مش سمعان بالكلمه. ايه ما بعرف هو سمعان بالضيعه. بيقولوا الستات بيحكوا كثير وبيقولوا المحاميه بيحكوا كثير، بقى كيف الوضع عندكم بالبيت؟
ليك اول فتره معلش يلا بتزعلي يمكن مرتي بس اول فتره اول سنه زواج دائما عم تتعوض حياه مع بعضنا بصير في كثير نقاشات نعم بقى ضل نقاشات كنا قاعدين بسن الفيل نعم مره هيك سكرت معي رجعين من العدليه انا وياها فرد سياره على سن الفيل نعم وصلنا على جسر الواطي قلت لها ليك قالت العدليه من هون ورايح من هون وبعد جسر الواطي العدليه خلصت وانا بدي احكي افصلي بقى افصلي يعني اطلعي من المهنه واطلعي من على جسر الواطي حدود العدليه من جسر الواطي ورايح الي طيب اليوم بس باحلى اتفاق انا وياها كيف توصف علاقتكم؟ علاقه صراحه وعلاقه تفاهم واهتمامات مشتركه وفي كثير امور مفكر مثل بعضنا فيها مش انه والله صعبناها في كثير امور سياسيه اخلاقيه معلوم اخلاقيه ووطنيه وسياسيه كثير متفاهمين بدون افور بدون ما انه نجرب بدون مجهود بدون بدون مجهود طبيعيا هيك وفي امور لا بس كتر خير الله ان شاء الله بتقضوا كل العمر سوا وبتضلكم بهالتفاهم على طول شكيب قطبوي جاهز لانترفيو هيك سريع؟ يلا حصل السؤالين سألناك كثير اشياء اليوم بس ما سألناك كيفك صحتي كثير منيحة الحمد لله وعلى صعيد المعنوي مرتاح كثير الحمد لله الحمد لله هلا شكيب قطبوي وانترفيو كيفك مع التدخين؟ ابدا ضد بحياتي دخنت يمكن اول حياتي ما لحقني يمكن علبه ما عجبتني وهي كانت مشان هيك كمان هذا بعتقد من الاشياء اللي بتخليك محافظ يعني ابدا ابدا ما كيفك مع السواقه؟ ايه تمام بعدني دائما بسوق وبحب سوق بس بلا موتوسيكلات لا قدام ولا ورا كيفك مع جبران باشيل؟ كثير منيح انا وياه واصحاب وكنت اعرفه قبل ما نعمل وزراء تعرفت عليه اكثر واكتشفت رجل يدرس ملفاته في لوجيك كثير قويه نعم وبتقدري تتعاوني انت وياه بكل سهوله نعم كيفك مع سامي الجميل؟ ما بعرفي بعيده بحترمه وبحترم ارائه مش دائما متفق معه بالراي بس بحس اوقات كثير هيك لما بيحكي من قلبه بحب انا الانسان اللي بيحكي من قلبه كيفك مع حالك؟ مرتاح مع حالي الحمد لله واضح كريستين كريستين تجي مثل الانجل بالابيض إليك ولا إليك؟ أنت ساحر نعم امحي أثر شيء بتكرهه بلبنان طائفية ذبحتنا حلو مش معناتها ما هممني طائفتي بس ذبحتني الطائفية وحاسس إنه عم نروح البلد روحوه جدودنا شوي وبيتنا ونحن عم نطير كل شيء من قدام اولادنا كل عمره وكل ميل عم تحتد كل ميل عم تحتد يعني كنا نحكي طائفيه ما كنا كلمه مذهبيه ما تركب هلا براسنا هلا صرنا عم مذهبيه بتمنى لو بنلغيها بنخلي بلد يا ريت يا ريت حديث البلد مع قيس الشيخ نجيب مساء الخير امور
قيس الشيخ نجيب، أنت ممثل سوري معروف ومحبوب، بدأت مسيرتك مع الشهرة وأنت بعمر 6 سنين، واليوم برصيدك العديد من الأعمال اللي تركت بصمة كبيرة بالدراما، سينما والمسرح السوري. ربيت بعائلة فنية بامتياز، والدك الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب الله يرحمه، الله يرحمه، ووالدتك الفنانة خديجة العبد من ودي لها تحية، وشقيقك المخرج سيف الشيخ نجيب كمان تحية له، يعني عائلة موهوبة كلها. آخر إطلالاتك الناجحة كانت بمسلسل الأخوة اللي علم كتير، والليلة عم نستضيفك حصرياً بحديث البلد، يعني لازم أقول بس بحديث البلد، بأول إطلالة تلفزيونية لإلك على محطة لبنانية، لنتعرف عليك أكثر ونحكي عن جديدك برمضان المقبل. قيس، عم نعيش اليوم عصر الأعمال البان أرب، يعني الأعمال العربية المشتركة، بعد ما كانت الدراما السورية رائدة على الشاشات الفضائية، بتأيد النقاد اللي بيتوقعوا أنه مع اصطلاح الحال بسوريا رح تتقلص هالمسلسلات المشتركة لحساب الدراما السورية مجدداً؟ هلا المسلسلات المشتركه هي موجوده من زمان، كانت بصيغ مختلفه. اذا بنرجع لورا حتى كانت من قبل، من الستينات والسبعينات والخمسينات، صح، في افلام مشتركه، حتى في أفلام مصرية، مشتركة لبنانية، مصريه لبنانيه سوريه، بالضبط. كانوا يشتغلوا ببيروت فتره، يعملوا افلام بدمشق بالقاهره، واستمرت هي الاعمال، لانه هي كانت يعني عمليا عم تخاطب الجمهور العربي كله بكافه أطيافه. نقول كمان توت عم بيكتب عنا، قال منيح فيها المسلسلات لتجمع العرب. طيب هاي شيء كثير منيح، اكيد يعني ان شاء الله عبال ما يجتمعوا على سكيل ثاني. صعب شوي، صعب هلا مش بهالفتره هيدي، صعب شوي، بدنا ننطر نتفق، مش هيقطع ايامنا. لا ان شاء الله عمر طويل، ان شاء الله على ايامك يا رب. انا بتمنى انه ترجع الاعمال السوريه لتكون هي الرائده، لانه هي كانت بالفتره الماضيه هيك. بظن هاي الأعمال اللي حيضل في إلها جمهورها اللي هي بان أراب، أو اللي هي عم تعودوا عليها، تعودوا عليها بالضبط. بس بنرجع بنقول الأعمال الدراما السورية كان فيها الخصوصية السورية، فهي هي اللي بتمنى أنها ترجع، وبتوقع بترجع بإذن الله. الروح، الروح السورية، سواء بالأعمال التاريخية ولا بالأعمال الدمشقية أو الشامية الشعبية أو الأعمال الاجتماعية أو حتى بالأعمال الكوميدية. استاذ شاكيب، بتتابع شيء اوقات المسلسلات الدمشقيه اللي بتفوتك على الحارات وعلى البركه والدار والياسمين؟ ايه، بقول لك يعني القصص العربيه، القصص البناراب حلوين. انا اول شيء مره هيك تفاجأت، بيحكي مصري شخص، ممثل ثاني بيحكي لبناني بيحكي سوري، لقيتها حلوه الملانج. وبحب القصص الدمشقيه القديمه هيك، يعني حلوه، في خصوصيه بهالحارات، دريد لحام مثلا شيء اساسي بحياتنا اذا بدك، كيف شفنا الفن وهيك. على سيره الحارات الدمشقيه والبرك والياسمين، رح نهديك هالغنيه. اطلب اسمك يا بلادي عشان كل ما بتغنيك، لمالي ولولادي على حبك ما في تأثرت. نحن ما بدنا نزعلك. ما توقعت حالي يتأثر. بتمنى شو اللي أثره؟ بتمنى اسم بلادي يضل طول الوقت على الشمس اللي ما بتغيب، بتمنى بس. إن شاء الله يا رب. تحياتنا من خلالك لكل الشعب السوري الشقيق بكل المناطق، نحن بنهي شعب واحد، واللي بيصير عليهم بيصير علينا، وان شاء الله هالازمه بتنحل عن قريب ان شاء الله. قيس، تطلع بعدك لهلا حتى لو كان عندك شغل لزياره مدفن الوالد؟ بس خليني اتمالك نفسي شوي.
منغير نفوت بغير أسئلة بنرجع بنرجع لها. بابا الله يرحمه أنا ويرحم جميع أموات رحمة الله والشهداء والناس اللي سقطت اللي عم بصير. يعني أنا كتير بيعني لي وبتأثر فيه بطريقة ما كنت متوقعة هيك بصراحة. كان في علاقة مهنية بيناتكم حتى غير علاقة الوالد بابنه. بالضبط. وأنا ما تخيلت إنه غيابه، وأنا هي أول مرة بحكي هذا الكلام من وقت ما توفى الله يرحمه، ما تخيلت إنه غيابه رح يكون في إله هذا الأثر، وما تخيلت قديش هو كان تارك أثر فيني، كونه إنه أنا كنت طول الوقت عم نشتغل بمهنة واحدة. بابا كان ممثل، بعدين صار مخرج، درس إخراج وصار مخرج الله يرحمه، وأنا دخلت التمثيل من المعهد العالي في المسرحية واحترفت هاي المهنة. أريد بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها، محميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك بيحميها. قيس عم تتواجد بلبنان حاليا للتصوير برنامج مذيع العرب اللي بتقدمه على قناة الحياة المصرية وقناة أبو ظبي، بعد ما أنجزت من أيام المسلسل اللبناني بنت الشهبندر اللي بتجسد فيه دور زيت الشاب الرزين ابن زعيم الحارة أبو غالب، واللي بتسلم الزعامة من والده وبتنغرم فيه بنت الشهبندر سلافة معمار وبتزوجها، ليرجع فجأة يختفي، ومنكتشف كمان انه خيو قصي الخولي كمان مغروم بسلافه بزوجته. بدنا ننطر شهر رمضان الكريم ان الله راد. قرب. قيس دخلت قطار الممثلين السوريين بمصر من خلال ألف ليله وليله اللي رح ينعرض برمضان كمان، وعم جسد دور كسرى امبراطور الفرس ند شهريار. يعني في هون حقيقة وفي خيال بهالمسلسل. الممثل المصري شريف منير، في خلطة يعني مثل بين الفيكسيون وبين الحقيقة. كسرى انتاج ضخم يعني. انتاج ضخم كتير. نعم. يعني في اللي عم يعمل الجرافيك هن نفسهم اللي عملوا فيلم افاتار بالمسلسل. فبالتالي نحن ناطرين بتخيل شيء بالسبيشال افكت كثير مختلف على عالمنا. عم بتشوقنا كثير يعني اذا يعني إن شاء الله. المستوى من العمل يعني تقريبا بدك تقولي هيك مستوى، ان شاء الله يا ربي ينال التوفيق والنجاح. عم يعملوا الجرافيكس جماعه افاتار، بعتقد كل الناس رح يكونوا ناطرين هيدا رمضان. طرب نعيم، فينا نسمعها منك؟ اوكي. قال له بدك كيف تبلش؟ ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة. الله. ألف ليلة وليلة بكل العمر والعمر إيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة. هلا في شغلة بالنسبة للكتاب الأساسي لألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة في مشاهد جريئة، في شيء منها بس ما رأيت. معبى مشاهد جريئة. هل لمحتوا شيء لها بشي طريقة أو هيك نطيتوا عنه ما استعملتوهم يعني بدك تقول في تلميح بس مش بالطريقة طبعا يعني خيالات ورا البرديش يعني بيتحرك تقريبا في هيك اشارات بس بطريقه لانه ضروري يعني في مطار طبعا بده ينعرف شو عم بيصير بالقصه اكيد ايه ما حلو المشاهد يضل مش ما فهمان يعني كل التفاصيل طبعاً يعني اكيد هو من باب الحرص على المضمون يعني
قيس، انت متزوج من الكاتبه والناقده المسرحيه لبنى مشلح اللي برصيدها اكثر من مسلسل، منهم هومي هوم وحياه اخرى وعدد من الافلام السينمائيه، وسبق ومثلت باحد اعمالها ندى الايام من غير ما تعرف انه هالايام رح ترجع تجمعكم سوا. بتقول عنا حساسه جدا، وعرفنا انه خلال سفرك ما بتتخاطبوا بلغه قيس ولبنى، بتتخاطبوا بلغه، او هي بتخاطبك بلغه قيس وليلى. صحيح انه بتبعث لك رسائل حب ادبيه و على حسب الموقف طبعا. كل موقف وكيف وين السفر، بس طريقه الكتابة اللي بتكتبها بالرسائل، أنا بحس حالي عم بقرأ دراما. مش كاتبة وحساسة بتنطقي ألفاظها، فما بتحسي إنه أنا عم بعيش مع مثلا حالة طبيعية، بالعكس بحس إنه في منطق بالجملة وفي سياق وفي بداية وفي وسط وفي نهاية، في فكرة مكتملة سواء كان بأي موضوع من المواضيع اللي بنحكيها. فأنا دائما هذا الشيء بيصير إعجابي، لانه طول الوقت وقت بقرا بحس انه في شيء انا عم بقرا، احيانا ما بعرف شو بدي جاوب. يعني مثلا شو بقولوا، نهاري داخلي مثلا، نهاري داخلي لبنى مسائي، تدخل الشخصيه الى كتابتي. توت عم بيسال اذا الرسائل بتجي بالبريد الالكتروني او بالحمام الزاج على بالضبط، او بالبريد مثلا. بالبريد مثلا رساله وصار لها ثلاث اشهر مثلا بالبحر مثلا. تمام. بس قديش هالشيء بخليك انت كرجل يعني بخلي هيك نرجسيتك عالية، بدغدغ نرجسيتك اذا بدك، وبنفس الوقت بيستفزني طبعا. لانه لحتى انه في حدا طول الوقت ذهنه حاضر، طول حساس كثير، عندها طريقه عندها هي ذكاء طبعا لا شك. وانا بالنسبه لي بحب المراه الذكيه. نعم. بتجذبني المرأة الذكية أكثر من المرأة الجميلة. أكيد. وبقولوا في قول اليوم بيقولوا intelligence smart أو smart is the best aphrodisiac، يعني حتى بيربطوا بين الذكاء والرغبة. يعني الرجال يرغب المرأة الذكية والمرأة ترغب الرجل الذكي. أنا بتجذبني المرأة الجميلة والذكية بنفس الوقت. ثائبة عم تطلع هيك يعني. لوين؟ عندك عليك شخصية. نعيم هيدا من محبتك، وشهد شاهد من اهله. هاي ما فينا. ايه ما فينا. اذا كانوا اثنين احلى. طبعا. بس اذا بده ينقي، لا الذكيه اكيد. الذكيه اكيد يعني، وهيدا طيب اوكي مثل ما بدك. نعيم انت اذا بدك تنقي شو؟ انا الجميله، هلا الذكيه مع الوقت يمكن تصير ذكيه بس. جميله وبشتغل عليها لتصير ذكيه. قيس بن الحمام الزاجل للتكنولوجيا. عندك حساب واحد على تويتر وعلى انستغرام، شو قصة المهووس اللي عم بيحكي باسمك عبر صفحات وهمية عديدة على الفيسبوك؟ ما عندك حساب على الفيسبوك؟ ما عندي أنا حساب على كل الفيسبوك. المعجبين أو المعجبات اللي عم بيحكوا مع قيس على الفيسبوك، هيدا مش قيس، I'm sorry يعني to tell you. ما بيحكوا معه. Thank you to tell them that. شكرا كثير. شو عم بياخذ احاديث وبيعطي وبياخذ وبيعطي؟ ايه في حدا يعني متبني الموضوع لدرجه انه انا مثلا بفتره من فترات تواصلت معه، هو حدا عايش بالمانيا. حكيك؟ حكى معي فبيقول لي انا لما عم بعمل هيك بكون عم فيدك، وانا لما عم بعمل هيك انا يعني هذا الشيء ما بيسألي يعني. هو متبني، هو مفكر حاله فعلا قيس، عامل تماهي معك يعني. عامل تماهي كامل. طبعا انا قدمت كذا شكوى، ومره تسكر له البروفايل، بس هو نشيط كثير على الفيسبوك. انا ماني نشيط كثير على الفيسبوك، انا ما عندي فيسبوك. بدك تضلك تلحقه لما بيرجع بيفتح صفحات، بيفتح صفحات وبيحكي وبينزل صور ابديت وبيلحقني وين ما كنت، وبيحكي وبيكتب بلغه طبعا هي ما بتسيء، بس بنفس الوقت هو عمليا مش انا. يعني هذا مو انا. قيس الشيخ نجيب مستعد لها هيك انترفيو سريع؟ بين بون. طيب اوكي. قيس الشيخ نجيب وانترفيو مفتاح. اوكي. قيس بكلمة، مفتاح النجاح؟ الصدق. مفتاح البطن؟ لقمة. مفتاح السعادة؟ الابتسامة. مفتاح الجنة؟ قنبلة. ما تفاجئ. الإيمان.
حلو. مفتاح الشهرة التواضع، تعلمتها من الوالد. مفتاح البيت بالجيبة. بكلمة إذا بدك توصفه شو هو مفتاح البيت؟ الأمان. الأمان صح. مفتاح القلب نقيب. مفتاح القلب الحب الحلو، الحب المتواضع، والحب الشخص المناسب بيفتح قلب. النقيب اجى كارت قبل شوي، واجت كريستين بالابيض وجبت له الكارت. هلا دورك. اوكي اوكي كريستين. شو رايك بهالنجله هاي؟ ثانك يو. عجبتك هالتكنولوجيا نقيب؟ باي كريستين. عجبتك هالتكنولوجيا نقيب؟ ايه مش عاطلة. هيدي اسمها توت كارت بالحمام الزاجل. بتجي طيران. انت بدي اقول انت يا سينو والكاميرا فطوم حسبيس غازلها. يا سينو بده يغازل فطوم حسبيس. ما كان يا حسني البرازان يا دوريد لحامي غازلها. صح. بس هلا يا سينو فطومتي هذا كان يقول لها. ايه فطومتي. بس هلا يا سينو بده يغازلها. يا سينو الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. شو بدي اقول لها؟ معلمتي. كيف كان يقول لها؟ كيفك معلمتي؟ فطومتي. كفي كفي. ما تغزلت. وين الغزال؟ هو ما بيعرف يتغزل. هو بس بيقول لها معلمتي وفطومتي. طيب لكن اتغزل فيها بلغه ابو عنتر. ابو عنتر. تخيل ابو عنتر عم بتغزل بقى. كيفك فطوم؟ فطومة شو أخبارك؟ منيحة منيحة. كمان الله يرحمه ناجي جبر. منيحة؟ نقيب. رح نقول لك نقيب بالاسم اللي بتحبه مش معالي. لا نقيب. الوزير لانك انت اعلى اصلا من كل الالقاب. كانت سهره ممتعه معك. شكرا لحضورك. شكرا لمناقبيتك، ويا ريت الكل بيتمثل فيك اليوم لحتى نوصل للبنان افضل. الله يخليك. شكرا لك. شكرا نقيب. انبسطت استمعت لك. شكرا لل كثير. وسلامات للمدام وللعائله. شكرا لك. وهلا حديث البلد مع جوال حاتم، جورج الراسي، وبيبي جو. ميرسي. حديث البلد. كان عم بيقول لي قيس تحت الهواء انه حديث البلد عرابكم. ايه صابة. مزبوط مزبوط. بيبي جو عمال يبكي برا. يعني انا موتره من هيك شوي. يا حبيبي بفهمك. خليكم تصوروا. ما بعرف كان عاطين همكم ترجعوا تعيدوا. بيبي جو كل الوقت طالع صريخه يعني. بسم الله صوته حلو وقته بده يطلع مطرب. معك بقول لك معي مع الديسكو. بسم الله كل الوقت. ايه يعني مبين من البكوه. ايه من البكوه مبين. شفتي هذا رايي يعني بروفيشنال عم بقول لك. جورج وجوال اهلا وسهلا فيكم.
لكم للمرة الثانية من بعد ما شهد هالبلاتو بالتحديد انطلاقة علاقة الحب الكبيرة بيناتكم. جورج أنت نجم محبوب، نعرفت بأغنيتك الناجحة من أكثر من 17 سنة، وجوال أنت عارضة أزياء معروفة وشخصية معروفة ومحببة، وأنتوا ضيوفنا الليلة من بعد صدور أغنيتك الجديدة بدي أخبر كل الناس، ومن بعد ما كنتوا حديث البلد مؤخرا بسبب إعلان جوال عن خبر طلاقكم على الفيسبوك وتراجعها لاحقا عن هالتصريح. يعني بالزمانات كانت المرأة تزعل من زوجها عشيات، تلفن تخبر صاحبتها، تخبر أمها، تخبر ما بعرف شو، هلا بتحطها على الفيسبوك عادي أصحابها دغري. كمان 100,000 فولور، يعني 100,000 فولور أصحابها ولا ما حدا غريب يعني بقى بصير كل العالم جوال معودة، هي بتحب، هي بتشارك يعني عندها هول الفانس بتحبهم، يعني بتشارك معهم مثل كأنه إخواتها، كأنه حدا عائلتها، يعني بتحكي معهم كل يوم بشكل متواصل يعني وعفوية، واللي يعني مشكل بيصير بين كل اثنين. هلا نحن وياك عم نعمل مقابلة، يمكن في اثنين بالبيت بيكونوا عم بيتخانقوا على شيء تافه، أكيد ما بيكون في شيء، يمكن على أول حياة الزوجية بتقول له بدي أترك وأنا بدي أترك هالقصص، بس إنه فيسبوك يعني كارثة منا مسحة. يعني عندنا جارة كانت مهضومة كثير، كانت تتخانق هي وزوجها وتضب شنطتها عشية وتظهر لبرا خلص بدها تفل، تكبس الأسانسور بس مش على الكبسة، تكبس شو اسمه أعلى بشوي بس تستحقها الشغلة توصل على الأسانسور، تكبس أعلى بشوي، تكبس أعلى بشوي، ترى تقول له هيقتل الأسانسور عطلع بقى اليوم. نحن الكمبيوتر عندها ما بيتعطل الحمد لله، فيسبوك بدل الانترنت ماشي. لازم اول ما يصير في زعل جوال تنقطع، ينقطع الوايرلس والكونكشن كلها تنسى. جوال اللي بيتزوجوا اول فتره وبيجيبوا بيبي بينصحوا بنتزع جسمه، انت اسم الله حليانه وجسمك حليان، شو السر؟ الستريس. مين عم يعمل لك الستريس، البيبي ولا جو الكبير ولا الصغير اكثر؟ جو الكبير على سلامته، بيي على سلامته، وجو الصغير على سلامته، لا ستريس طلعت انا يعني طلعت انا يعني. جورج قبل ما نخبر كل الناس شو اللي صار بيناتكم، بدنا ننطر بيبي جو حتى يدخل، وبس يكون معنا هون بدنا منك تغني له غنيته الجديده. غنيته بيبي جو انا رح اقولها لاول مره عبر حديث البلد، ولاول مره بتكون يعني، لانه هي الغنيه رح تنزل يعني بعد شهر من هلا، وعم تتصور فيديو كليب حاليا عم نصورها. طيب خلص غني له اياها قبل ما يجي لكن احسن ما يشوش عليك. انت الوجود، انت كل الدنيا، انت انت الحياه، انت اجمل كلمه قلتها، انت الوجود، انت كل الدنيا، انت انت الحياة، انت اجمل كلمة قلتها، وانت غرامي في هالدني، لحظة نار بعدك سني، انت الحنين كل الحنين حبيب. وعلى جوال، على جو جوال يعني طبيعي على اثنين. نحن لما عملنا الاغنيه بالاول كانت على اساس تنزل يبين كانه واحد عم بغني لحبيبته، وبعدين بنفاجئهم بالكليب تكون لبيبي جو، بس انفضحت القصه. رح يطلع بيبي ورح جو بالكليب كمان، رح يطلع بيبي جو. ايه سبقك. خلينا قبل ما نكفي نحن وخيس واكيد لانه عندنا مطرب عظيم كمان معنا، نتذكر ابرز هتاتك بهالميوزك ستوري يعني. وبعدين بدي خلي جوال تفلت عليك الليله، طول بالك بعد الميوزك ستوري. عمري ايامي وسنيني
بس يضحك لي يا حبيبي ضحك وحدي بتكفيني. ناكل اليوم شوي لانه بيبي جو بكي كثير ورا الكواليس. ايه لانه حكى كمان ساخنه اليوم. سلامة قلبي. ثانك يو الله يسلمك. سلامة قلبك بس اللي بيشوفك هو بيمرض صراحه. لا عم يحكي. جوال انتشرت اخبار وتحليلات. هذا بيبي جو ما بنقول هي الوقت اللي بسمعه هيك. خلص طلعوا له فوق يرتاح. ما لازم يجي. فوتوه على لجوا. معه مين معه؟ معه نيرس. عندك شيء كلمه لإله؟ لا ما بعرف شو القصة ما بحياته عمل هيك. بلكي مغص بلكي أنا بقول أسنانه عم بحط إيده على تمه ويعمل هيك. عندك كلمة؟ خمسة شهور. لا شو بتعطي كلمة؟ نعطي أوفول أو شيء هيك. أوفول؟ أوكي راحوا يجيبوا له. ربين ثلاث أولاد نحن ولاهم بس بيلول ألف بهيدا العمر. جوال انتشرت أخبار وتحليلات كثيرة عن طلاقكم الافتراضي. أوكي بقى شو حقيقة يلي صار؟ الحقيقة أنه كان رح يصير هالشيء ورجعنا حكينا بالأمور وهيك زبطنا الامور بس لا مزبوط كان رح يصير هالشيء وبقوله قدامه يعني وهو بيقول والسبب خبرينا كل العالم انا عرفته من الفيسبوك يعني ما كنت هون كنت مسافر ليك بس هي بتقهر تعرفها من الفيسبوك يعني هيك تقهرها حتى قهرتك من الفيسبوك هيك الهيئه ما بعرف ليك انا لا حرام ما بدي اتحمل على جورج طب انت منك مقبوله شو بدك خد سايد جورج منك مقبوله ما بأثر بحمل انا بحمل اصلا بنعرف شوي تفاصيل زياده ما انا ما كثير مطلع على لانه ضيعونا شوي بالتويتس وهيك قصص يعني كل مره خبريه شكل فما نعرف الحقيقه هلا شو صار وقتها صار انه اختلفنا على هو مش مره وكذا شغله كذا قصه كذا مره ومثل هيك الواحد بيكون انا من النوع اللي تركب قلبي وبجيت خلص ات واز سيتي لا غود دوك يا في دي بوردي الفاز صح هيدي النقطه اللي طورت وانا يعني ما بعرف ما فكرت ما فكرت بالأمر انت امبلسيف وطبيعيه يعني حتى انه مثلا اليوم مثلا انه ما بعرف ما بعرف ما سالوا لي طلعي وتحكي وهيك انه ساخنه وتعبانه ما رح اقدر انه رح نضحك كون فيك عرفتي نعم سلامت قلبي ميرسي الله يسلمك سو اللي صار انه حكيت وبعدين انه فكرت انه مانا حلوه بحق اهلي بحق جوزي بحق ابني سو رجعت ندمت يعني على ذاتس ات يعني حسيت انه هيدي اشي خاصه ماني عارفه اصلا انه رح تنتشر هالقد الخبريه ولا انه رح تاخذ هالحجم يعني عرفتي؟ ايه لانه ولا انت ولا هو معروفين لك انا ضد لا بس انه مش هالحجم يعني ايه انا ضد الاشياء الخاصه تطلع لبرا يعني انا هي ما في مشكل اساسي مثل ما قالت هي تراكم قصص كثيره تتراكم ستريس بالعلاقه بين اثنين بتوصل لمرحله انه يصير مشكل هو بيقولوا اول سنه اصعب سنه ايه بس واذا قطع الكوب الاول سنه بنجاح بيروح 90% من خطر والله الانفصال ما صار في خطبة بالأول أو شي فترة هيك تعرفت على بعض؟ خطبة بحديث الولد خطبة شو سوري؟ لا خطبنا بسرعة سريعة وأنا بفترة خطبتي إنه قلتها يعني ما بستحق أقولها أبداً أنا إنه كنت حامل بفترة خطبتي ببيبي جو وكنا على أساس ما نتجوز دغري سو تجوزنا دغري هيدا بيبي جو جمعكم رح يضلوا جمعكم إذا الله راد يلا أكيد بوقتها أنت قطعت السفرة تبعيتك
لا انا كنت مشتاق لجوال وجاي على لبنان وعملت مشروع حتى تطلعوا سوا على فريا. عم بتعرف التفاصيل يعني؟ لا انا ما بترك كفيلي من هونيك وبالرايح. انا كنت بجوله اوروبيه، كنت بالسويد وكان عندي حفله بالمانيا وبالسويد، كنت عم يعني بجوله اوروبيه، قطعت الجوله تبعي لحتى ارجع على لبنان لانه صراحه ما عاد في اقعد بلا بيبي جو بلا جوال، يعني بدي ارجع على لبنان لانه اشتقت لهم. فاتصلت بجوال قلت له انا رح اجي اعمل لك سربريز جاي بكره ورح نحضر بلان انا وياك. معلي اذا ما كفلت المقابله ماني قادره، ما عم بقدر كفي. ماني مرتاحه. عملي انا بدي تكوني مرتاحه، بهمني تكوني مرتاحه. نفسيتي مش مرتاحه ابدا. شو صاير؟ شو ما بعرف، ماني مرتاحه. هو بهالفترة بيكون في هرمونات. شو صاير؟ شو بك يا حياتي؟ شو في؟ مفكر العالم طارق قتلة بالبيت وجاي جايبك على الاستوديو. بعرف هيك. شو بك؟ شو في؟ تعبانة. بفهمك. شو بيفوفي؟ بفهمك ستريس. يعني مبينين للناس انا وياك هلا كانه ما بعرف مش فرقانة مع الناس. شو سوري مع احترامي للناس مش فرقانة مع هيدا. ايه بس شو بك؟ ما طلع حلوة بتعقد وكل شيء. شو بهمني هالمواضيع؟ في شيء اهم؟ أنا تعبانة ما بعرف. طب عايب ست منى، نحن جايين لعنا. نحن عم نريحك، بدك نريحك شوي ونحكي مع جورج، ولا ما حبيت ترجع تسمعي القصة من الأول؟ ما بعرف تعبانة. رح نريحك شوي، نكفي شوي حديث مع جورج. معلي إذا دهرت من البلاتو ترجعي بعد شوي مع بيبي جو. اوكي اوكي شو بدك تمغسي؟ وي ايه هلا لسه بنصور. لا عم بنصور لانه بعد. انتوا بعدكم عم بتصوروا. رح ترجعي مع بيبي جو. جورج نحن بانتظارك، رح تريح شوي جوال. جورج دايما التأقلم صعب وانت يمكن شغلك فيه كثير سفر والحياه يعني وبعد البيبي بلوز كمان في شيء اسمه بيبي بلوز. ايه بيبي بلوز اكيد بعرف. بس انه مرحله اذا قطع فتره معينه. نعم. لازم يتابع يعني بتصور. بس صح. جوال حساس كثير. جوال صح. بيبي يعني صح. ما بتقدر تخبي اذا كانت زعلانه قد ما انها واضحه يعني. وهذا الشيء كان دليل على انه لما طلعت حكيت على الفيسبوك انه مشكل تافه. انا خبرك المشكل. نعم. شو هو؟ كنت بالسويد وكنا عم نحكي بالسفره تبعي، قطشت السفره وتلفنت لها قلت لها انا رح اجي على لبنان. طبعا كانت مبسوطه اني جيت وما في شيء، كل شيء نورمال. قلنا لها العشيه رح نام انا للساعه 7، حازم شاب صاحبي ومدامته ورح نحضر مسرحيه وبعدين بنطلع على فريا. فقالت اوكي على الساعه 8:30 بيوصل صاحبي وانا اللي عزموني يعني. ما بقى بدها تروح. قالت لي ما بدي اروح. قلت لها ليه؟ قالت لي هيك ما بعرف، حاسه حالي تعبانه ومش مرتاحه. قلت لها بس شو في شيء مزعلك يعني؟ قال لا ما في شيء مزعلني. وصارت تبكي يعني، يمكن هرمونات مثل ما كنا عم نقول او بيبي بلوز. صوت جمار يعني بيمرق فيهم الواحد مثل. انا زعلت انه انا جاي من سفر وتركت حفله كمان، كان بعد عندي حفله بيوتوبوري وتركتها لحفله يوتوبوري. بس انه مش انه تركتها لا اخلاقيا، لانه كان بعد ما حضروا لها اعلانات يعني، كان في تاخير كمان كان منه. فقلت انا ما رح اقعد بعد جمعه كرمال اعمل بعد هالحفله يعني، وخلصت هوليك الحفلات اللي جمعتين. رحت على المسرحيه، اضطريت لانه انا عازم اصحابي وحضرت المسرحيه. بعد ما رجعت على البيت طبعا رجعت مقهور يعني، انه بعدين كمل كملين كنا مشروع ثاني. فرجعت لقيتها كمان مش مرتاحه، قلت لها في شيء زعجك مني او هيك يعني؟ كلمه من هون كلمه من هون كلمه من هون. قلت لها انا حاجز بفريا وما رح اروح الحجز، انا رح اطلع. فاذا لقيت لحالك بكره مرتاحه بدك تطلع الحقيني. عملت حالي وطلعت بوصل على فريا، بوصل لفوق على طريق بالليل يعني، ما بعرف كيف وصلت. كانت عاصفه بوقتها. وصلت بوصل على الاوتيل عم بتطلع بالتليفون، كان عم بدق كل الوقت ما عم بتطلع فيه لانه بالسياره منتبه. بس وصلت بتطلع بلاقي وي جاست جيت ديفورس مي اند جورج، وحاطه على الفيسبوك انه نحن طلقنا. شو طلقنا؟ فتليفونات اهلي وكل العالم عم بتلفين. انا هون بهاللحظه قد ما عصبت كسرت التليفون.
يعني بقى كلفك 4000 دولار هالخبر. بتعرف قد ايه كلف تليفون تلفزيون يعني هولي بعدين كسرت تليفوني وقعدت هيك اجمدت شو بدي اعمل. بقيت سهران للصبح لحتى يروح الجليد لارجع انزل على بيروت. صبح كان فتحت الطريق رجعت نزلت على البيت بلاقي الناس كلها بالبيت وكانه بدك تقولي يعني خلص يعني طلاق رسمي. هو جيت قالت لي لا سوري وانا بعتذر وما ما قصدي وانا كنت زعلانه منك وهيك. كيف هيدا الدليل انه هي انه هي هالقد بي يعني هالقد حدا نظيف ما في هي حدا نظيف بس هلا يعني انه هي عم تمرق بفتره صعبه. اي يعني في مرات بيقطع فيهم كمان الرجال كمان بيعملوا بيبي بلوز الرجال يعني مش بس المره أكيد بتعمل اكيد. بس انه انا ما بدي اقول عن حالي بس انه كذا مره صاروا مشان هيك عندي تراكمات تراكم لحتى وصلنا لهون. هلا بعد ما وصلنا لهون انه في بيبي وين رايحين 4-5 أشهر في عائله يعني انه حرام شو مصير هالبيبي يعني هون أكيد. العائلتين صاروا لما بتدخل العيال بالموضوع هلا اكيد تحيه كثير كبيره لاهلها ولاهلي اللي هن كانوا حدنا بهذا الموضوع انه ما تخربوا علاقتكم ووقفوا حدنا وكانوا سبورت لانه بعتقد مش بس في بيبي جو بعتقد انتم بتحبوا بعضكم يعني هيك اخذتوا بعضكم اخذنا بعضنا عن حب يعني عن حب بعضنا. يعني اكيد فتره عابره ما لازم هيك قصص عن الزواج انه تنحكى قدامي انا بعدني مش مجوز بخاف ما اتعقد على كبر لما اقرر وهيك لانه هو مسافر كان اخذ موعد طليبه جمعه الجاي على كبر بس تعقد على كبر بس تكبر ويصير بعمر الزواج. بس بشغلي هلا جورج منا هون جو خبرنا القصه المضبوطه هلا شو صح مضبوط هلا لانه هي منا هون في قصص معجبات ما معجبات لا لا من هالناحيه عن جد صدقني لا انا يعني مش ما بنغار على بعضنا بنحب بعضنا لدرجه انه في ثقه بيناتنا عمياء يعني ما بنوصل لمرحله انه مين هو الفانز اللي عندك ومين انت عم تحكيك ومين عم يحكيك يعني لانه هو لانه اذا ما نفتح علينا هذا الباب فانز وهي نفس الشيء يعني هذا الباب ما بنخلص مش هيدا مشكلنا هو عم تتعامل مع شخص يعني وهي مودو مش عم بكون دائما ظابط وانا كمان مرات ما يعني ما بحكي عن انه انا ملاك يعني وانا كمان مرات عندي حفلات مرات بكون باستوديو مرات بتاخر مرات هول القصص كمان بتاثر يعني بتصور ستريس الحياه يعني ما رح نزقف صراحة حتى ما ننقذه حبيبي مامي حياتي مامي شو يضل هيك بدي أقول إنه بدي أتشكرها لجوال لأنه حرارتها 40 اليوم ومريضة وبالرغم من هيك إجت على البروجرام ماما يلا دسمة يا حبيبي دي بونسوار بدي اتخذ منكم انا أبداً من العالم ومن الجمهور بس عم كلنا بنمرق كنت انا كثير مريضه جاي اليوم وانفقست انه شفته لبيبي جو عم يبكي انه انا ام بالنهايه اكيد حبيبي ونامو برمي لك بونسوار هلا قلتها بالاضواء خلص هلا صرت مرتاحه انا ما تبكي حلو تعطينا بوسه ولا بصير يبكي تعطيني بعرفي بعدين بعرفك هلا سكت الصبي هلا سكت الصبي هلا سكت عم يطلع فيها كثير شيء لحظه عرفتني شفتي هلا انبسط بالضوء عم بتفرج على الضوء دي بونجور او بوبليك بونجور ما الله قد ايه صار عمره قول لهم بونجور صار 5 أشهر خمسة هلا بتعرفي هلا انه ريت عم يعني عم بتخزق كنت قاعده هون وعم بسمع صريخه جوا ما عم بركز معك ما عم بركز بالحديث ما بفهمي عن جد يعني بدي اتوخذ من الجمهور ومن العالم انت حدا كثير عاطفي وانت ام ومفهوم يعني اللي عمال تقوليه عرفتي انه كثير ضايقت كنت زعلان كمل لي كلام مش حالي بيبي زعلان ماما زعلانة هلا اذا هو منيح انا ما بدي شيء بهدني مامي يا حبيبي زوال رجعتي لعرض الأزياء يعني وبعتقد prettier than ever thank you عن جد انت الحلوة من جوا ومن برا حبيبتي وكيف ملاقية حالك على البوديوم معي ليك جو مسون أكثر ريلاكس من قبل بالبود بالموديلينج يعني لأنه كان في فترة أنا كنت وقت dancing with the stars وهيك نصحت في فترة نصحت فيها كانت فترة كنت عم باخذ دواء فيه كورتيزون عرفتي سو وقت وحبلت وقفته وهلا إنه صفى كتر خير رجعت إنه على وزني النورمال يعني عرفتي وعملت سبور كثير بس هلا لي فتره مش عم لحق اعمل سبور نسبة ماما وي هلا بدي اقول بدي اطمن كل المشاهدين
انه جوال وجورج بحبوا بعضهم كثير كثير كثير، انه عم بيوافق عم بيوافق يا حياتي يا حياتي. جورج بدنا نتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عمل تعمله. بدي اقول انه رجعت مؤخرا من الخارج بعد حفلات احيتها بالسويد والمانيا، وب 12 ايار رح تحيي حفل كبير بمنطقه سفراي بالجنوب، وعندك سلسله حفلات بلبنان والخارج وجوله بالصيف بامريكا واستراليا كمان، يعني مبعد مبعد. ان شاء الله بتضلك بهالتالق ان شاء الله بنغني ببلدنا اكثر، ان شاء الله بنغني بالدول العربيه بالعالم العربي، بنشوف البلدان كل اللي حوالينا مرتاحه، بدي سمعنا سلام ومنشوف يعني هذا اللي بتمناه مثل ما كنا قبل يعني. عنا كمان فورماتي مهضومة لإلكم اثنيناتكم، وبنشوف جو لأنه عم لقيه عم بيشارك ولا يعني اوكي اوكي وافق معنا. مش هيك؟ مش هيك يا بيبي؟ اوكي؟ مرتاح هلا ارتاح؟ مرتاح هلا. وهلا جورج الراسي وجوال حاتم وانترفيو تبادل أدوار. انت جورج وهو جوال. اوكي اوكي. كيف بتقيم حالك كمغني؟ بعرف انه صوتي حلو، بس بعرف انه يمكن في اوقات من الاوقات ما اخذت حقي. ان شاء الله كل بالمستقبل تاخذ حقك يا جورج. فيك تعمل لنا شي موال صغير؟ سمعنا. لا. جوال، شو اللي بيعصبك بجورج يا جوال؟ شو اللي بيعصبني بجورج؟ بيعصبني بجورج انه دائما هايبر، دائما هو عصبي وانا عصبيه. لا لا هو هايبر دائما، يعني دائما عنده مشاريع، دائما عنده ما بيعرف الرواق، يعني ما بيعرف، دائما في شغل، دائما اذا مش شغل ظهرات، اذا مش ظهرات اصحاب، يعني دائما في بروجرامات. جورج شو اللي بيعجبك بجوال؟ طيبة قلبه. تعرفه وشفافيتها اكيد. اوقات ايه اوقات لا. اوقات تنقلب ضدها اوقات. جوال عامل شي عمليه تجميل؟ قول. لا لا مش عاملة عمليات واو، يعني عمليات كراف. لا عن جد عاملة من خارج. من خارج ولا هم منو؟ منا عملية تجميل من خارج. هذا سبا. هذا مكان. جورج شو كان اسم أول بنت غرمت فيها؟ اللي اجت لعنا على البيت مهضومه، شو اسمها؟ ما بتزعل مهضومه عن جد. عن جد مهضومه عن جد، شو مرتاحه مع نفسها عن جد. زقفه لجوال. كلود اسمها، كلود بدي اتشكر على الكادو كمان. كمان جبت لكم كادو للبيبي، تحيه لكلود كمان. شكرا كثير قيس، وتحياتنا الكبيرة للعائلة وللوالدة بالأخص، وناطرينك مثل ما قلنا لك. شكرا كثير منى. شكرا شكرا لكم. شكرا. وهلا حديث البلد مع إلي أحوش. إلي أحوش، أنت ضيفنا للمرة الثانية. المرة الماضية جيت كنت بالفيوتشر، اليوم جاي كمان كزميل بالمحطة، زميل من فترة وزميل فعال جدا، هذا غير الصداقة اللي بتربطنا على الصعيد طبعاً الشخصي. إلي ليش كنت عم تقلي إنه نعيم هيك بيعمل مشاكل وقصص وهيدا قبل شوي؟ نعيم عني من ورا ظهري يا إلي ولا نعيم قلدني مره مش هيك قلدك؟ ايه مزبوط مزبوط. كيف قلدت عن جد؟ مقلدت بتذكر نحن وصغار كنت قلدت. كيف
كيف بس اصدقاء على الفيسبوك ومتابع اخبار بعضنا بس هيدا التقليد من زمان مش عم بذكر وقتها بذكر انت ربيت على كل حال على برامجه انا عامل سكوب فوق العاده نسمع خبريات كثير فوق العاده بس بعتقد انت هلا مستعجل فوق العاده لانه ناطرينك الجمهور بالمسرح عندي جمهوري حبيبي بالمسرح غني لهم الليلة؟ ايه عنا اغاني في سكتش فوزي ابو لوزي ضمن المسرحية الجديدة بتغني في غنيتين هيك مقاطع صغيرة كمان ايه ابو طير هيدا لا اعطي بوسة اعطيني بوسة ماشي نعيم سلمنا على بقية الفريق فإذا موفقين واستأذن وجمهوري على الشاشة الجمعة الجاية ان الله راد نلتقى التقارب بين الفنانين يعني ان شاء الله تنعكس كمان على الجو الاعلامي وعلى كل الاجواء يعني مثل ما نحن متقربين من بعضنا انا وياك شو بدنا بالبقيه شو بدنا بالبقيه الي احوش انت اعلامي لبناني معروف من 23 سنه ومعنا الليله لنحكي عن السكوب الكبير اللي حققته وقعدت من خلاله الفنان ربيع الخولي او بارتوني الى شاشه بعد 15 سنه غياب ابتدوا بقراره تلبيه الدعوه الكهنوتيه سنة 2000 إلي رح تطل بكرة ليلة الجمعة العظيمة بسبيسيال على الام تي في بعنوان الأب توني الخولي مع المسيح من إعدادك وتقديمك أول شيء كيف قدرت تقنعه بعد ما فشلوا مش كتار من الإعلاميين بعتقد كل الإعلاميين جربوا يحكوا مع اللبنانيين والعرب مع بيرتوني اللبنانيين والعرب أكترية يعني بدي اقوله منى انه انا تلاقيت فيه هي امي ذكرتني فيها لما كنت بقدم برامج انا وصغير هاي اول مره كان بعده ربيع الخولي ثاني مره التقيت فيه من 13 سنه بريسيتال كان له سنتين راهب وبتذكر طلب مني كان طالع يرتل انه حتى ما اقدمه لإله يعني يطلع يرتل ويفل بطريقه ديسكريت يعني ما بطريقه ديسكريت صحيح ليلتها كنا بدير سيده إليج بقينا للخمسه الصبح عم بيخبرني قصة حياته لفتتني كتير القصة وأثرت فيي كيف قرر يترك كل شيء ويلحق المسيح وكيف كان يعني هالفنان يلي عنده ملايين بعز طلعته صح صح بعز شبابه بعز شبابه بعز طلعته حلو طلة حلوة يعني عنده كل المقومات الفنان الناجح أنا منى قلت لك عم أقول لك شفته من 13 سنة وما عدت لا شفته ولا حكيته إذا بتقولي لي كيف خطرت الفكرة على راسي بقول لك ما بتذكر يعني من يمكن من شهر تقريبا وطلبت من حدا يتواصل معه أنا قلت أكيد نسيني يعني ما نجح هذا الشخص على مدى أسبوع لأنه هو عايش جوات الدير ما بيظهر وما بيرد على التليفون وصعب حتى إذا طلبتيه على المدرسة المركزية اللي هو عايش فيها دير قلب يسوع بالمدرسة المركزية إنه ياخذ الاتصال لو طلبتي على الدير هو مسؤول عن الصفوف الابتدائية صحيح بقى رح خبرك اياها مثل ما صارت كنت بعجقه السير فكرت انه اذا الواحد بده الشغله هو بده يسعيلها صلبت ايدي على وجهي وطلبت المدرسه المركزيه قلت لها معك الي احوش من الام تي في بدي احكي بيرتوني الخولي اذا بتريدي قالت لي بيرتوني كمان حابب يحكيك حولت لي الخط بعدك ذكرني بعدني ذاكرك كيفك اشتقت لك بعد 13 سنه بعد 13 سنه قلت له انا عندي فكره لعيد الكبير عيد القيامه حلقة خاصة قال لي أكيد لا أنا ناهي الموضوع وما بطلع على التلفزيون قلت له أنت ما سمعتني كفاية وما سمعت الفكرة حسمتها قبل ما تسمعني بديك تسمعني للآخر ترجع تقول لي يا إيه يا لا صرت أحكي بالفكرة قال لي أنا بعدني مستغرب كيف ما سكرت الخط لهلأ يعني بعدني عم بسمعك لأنه أنا أخذ هذا القرار بتعرف كم واحد جرب أنه يحكيني يبدو وما في شيء صدفة أنه نحن على ذات الموجة واصلا حتقعد معك من 13 صح. سنه مده هالفتره الطويله 4-5 ساعات يعني عم بتقول ويحكي لك عن تجربته يعني ارتاح لك اكيد بعتقد هيك يعني نعم بقى لا حقيقه يعني مش بقى يعني بقى قال لي طيب انا قلت له انا بدي اشوفك ما بدي كفي الحديث على التليفون قال لي اوكي بس تجي لحالك قلت له اوكي بجي لحالي بلا اكيب بلا شيء يعني ما في كاميرا بدي
حكيته وقعدنا واخذنا مباركه رئيس الدير الاب وديع سقيم، والفكره كانت انه هو نصوره كيف عم بيعيش حياته الرهبانيه، وكان حريص انه يعني اذا بتعرفي بالتصوير بتطلب من الشخص يمشي او ما بده اي شيء يكون مش حقيقي بالتصوير اي بهرجه اي افتعال ما بده افتعال، وهذا شيء بيصعب التصوير. هون بدي حيي المنتجه ناي نفاع، انا كمان بدي لها تحيه كثير كبيره، انا ناي نشيطه وابضايه يعني بقى، وهو كمان ارتاح للاكيب ونحن كنا والمخرج اكيد. انا بحس هذا الشيء كمان ربنا مباركه يعني لحتى خلى اجت الفكره على راسه وما بيتذكر كيف اجت الفكره على راسه، نعم، وقدر يعمل هذا الكونتاكت ويقدر يحكي معه بالوقت اللي ما عم بياخذ اتصالات وضل عم يسمع على التليفون، هذا كله مكتوب من ربنا وبده يصير يعني. صحيح. انا بآمن انه ما في شيء بيصير بالصدفه، ونحن يعني عم نعمل حلقه لحتى نفرجي وين في مطرح للسعاده الحقيقيه، وبزمن العبور من الموت للقيامه بعتقد هذه الحلقه فيها سلام وفرح كثير وتوقيتها على العيد الكبير وتوقيتها على العيد. والغريب منى انه لعبه المعيد بحياه بارتوني غريبه، لانه طلعت الحلقه ليله عيد ميلاده رح تنعرض. ليه حتى ما نفضح كل شيء، لانه بدنا الناس يعني تضل بشوق لهالحلقه بكره، بس رح نشوف مقتطفات سوا منا، شو رايك؟ اكيد اكيد. بلاير باسم أبونا، بأي لحظة أخذت هالقرار يعني إنه تفوت على الرهبنة، وكان قرار ما لا رجوع عنه؟ مش أنا أخذت القرار صراحة، الله بده إياك ويعطيك النعمة بفوت لك إياها على قلبك وبيحرق لك الكزيه تبعو للندم، لأنه كل مرة بيقولوا لي الناس ندمان، شو هالحديث اللي انت عند الله وفي ندم بحياتك؟ طب ما هي كل شيء بحياتي انه انا اوصل عند الله، انا انه اشفع عند الله. يعني حقيقه بتشوق الواحد ومؤثر مؤثر يعني. جدا من حي شربل يوسف كمان اللي هيك اخذكم مبين يعني طريقه اللي اخذكم فيها انتيم يعني فات بالانتيميتي تبعول الحديث. جوال نحن عم نشوف البلاير خبروك انه بيبي جو رجع يبكي، بقى نحن اول ناس وانا كمان ماما رح اعذرك لانه ما بدك ترجع تبكي اذا بكي لا. بقى بتبوسين لي كثير بتقضي على البيت يرتاح. ميرسي بكون منى، وانا كثير بتشكرك وبتشكر حديث البلد ميرسي لك، ومبسوطه اني كنت معكم بالرغم من المرض، وانه بيبي جو نطر برا حتى يطل من خلال من برا لاول مره. إلي بيرتوني رتل أغاني كتير يعني صوته، إذا بدك استثمره بالكنيسة وبالسبيريتواليتي يعني بهالروحانية اللي هو فيها. خلينا نسمع ترنيمة مريم العذراء بصوته. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك، أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك، مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي. الله 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 الله. إذا بدك توصف هيك بجملة بيرتوني هيك تختصر هاللقاء معه أو تختصر شخصيته اللي استشفيتها من هاللقاء، شو بتقول عنه؟ بعتقد في طفل بطول متر وتسعين أو أكثر
وفي قلب بحب وبسمة ما بتغيب عن وجهه، وفي حدا شاغله واخذ له عقله كل الوقت هو يسوع المسيح لأنه ما بيوقف يحكي عنه. واو. وعرفنا أنه هالسبيسيال رح يتخلى له شهادات حية من ناس شاركوا بإطلاق ربيع الخولي من الأساس. صح. لناس رفقوه، يعني رفقة درب كانوا. صحيح. مين رح يطل؟ أنا بدي أقول لنا بس أول شيء قبل ما أنسى، هذا موضوع مهم، أنه هذا أول وآخر لقاء تلفزيوني للأب توني الخولي. هذا قراره. هذا قراره. نعم. وكان لشاشة الام تي في اللي إلها بقلبه مكانة خاصة، لأنه هي اللي كمان ساهمت بانتشار اغنياته وقت اللي كان يغني، بقى مثل كمان اذا بدك عم بيرد هالحب بالحب. مشان هيك خاصة الام تي في اللي بيوثق انه رح تطلعوا، يعني رح تطلع هالرساله باحلى صوره وباحلى مضمون. هون بدي اشكر اداره التلفزيون، اداره الام تي في اللي اهتمت كثير. مش معقول يعني ما بحياتي شايفك شيء قد ايش شاغل وبارن بالتلفزيون. كانت حدنا بكل لحظة، وكل التسهيلات والتقنيات يلي استعملت خصيصاً لهالحلقة كانت متوفرة، ويعني ما في يقول غير يعني عشنا ما كأنه كنا عم نصور. بالنسبة للشهادات، أول شيء تحية كبيرة للأم تي في وزقفة كبيرة للأم تي في اللي عن جد كل شيء عندها بيطلع بأحلى صورة. بقى كيف إذا شيء هي يعني مؤمنة فيه ومؤمنة فيك وبالعمل اللي عم تعمله بهالضيف، يعني بحضوره الجليل يعني معه. منى، في شهادات من والدة بيرتوني يلي بتطلب بعتقد لأول مرة كمان. أكيد. رح تحكي القصة كاملة من الولادة لكل المراحل اللي رافقته فيها. في شهادة من المخرج الكبير سيسيمو أسمر، من الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم، من المؤلف الموسيقي المهم جوزيف خليفة، من المطران أنطوان نبيل العنديري اللي رافق الدعوة الرهبانية من بدايتها. يعني جربنا نحن ننقل من حياة الفن للحياة الرهبانية ونواكب هالقلب أو هالمحطة المفصلية بحياته. يعني بعتقد نترك التفاصيل لبكره. وبعد بدي اقول شغله قبل ما انسى، انه في صور رح نشوفها لاول مره بتطلع على الاعلام، في فيديوز كمان رح تفاجئ الناس ما انعرضت من قبل، رح نقدر نشوفها. يعني رحله روحانيه، رحله فريده بكره رح يروحوها المشاهدين من خلالك وصولا للاب توني بيرتوني او ربيع الخولي مثل ما هن حبوه عرفوه بالصورتين. صح. هالفنان الكبير الرائع وهالمثال الاخلاقي والروحاني الكبير والرائع. شوقتنا يعني شوقتنا. عن جد بعتقد كثير رح يكون يعني الكل رح يكون مس مر قدام التلفزيون حتى يحضر هالسبيسيال. بدنا نحكي عنك شوي. يلا إلي. نحكي. اوكي. إلي بلشت مسيرتك بتلفزيون لبنان وابحرت على شاشه المستقبل بسفينه نوح واخبار الصباح وبرامج ثانيه، ومؤخرا انضميت للام تي في كمنسق اعلامي للمحطه وكمقدم ومشرف على اعداد برنامج ام تي في الايف الصباحي. كتار ما بيعرفوا انه مشوارك مع الام تي في مش جديد، لانك شاركت باعداد الكثير من برامجها، ويوم اعاده افتتاح ونحن منهم كمان انا وياك يعني كذا مره باعياد الام تي في وهيك قبل ما حتى تكون بشكل ثابت مع المحطه. ويوم اعاده افتتاح المحطه بعد اقفالها القصري انت اللي اعديت سهره العوده. قديش امساكك بلعبه الاعداد بخليك تتميز وتتقدم عن غيرك من المذيعين؟ أنا بلاقي مش قصة تقدم عن باقي المذيعين، بس بلاقي في حدا على طول جواتي عم بيحسبني إنه كيف أنا كمعد بتطلع على المذيع. أنت البروديوسر وعم تقول له جلس مثلاً، أقعد معك شو هالسؤال هيدا؟ هو الواحد إذا كان هيك بالعكس بصير يتقدم أكثر. لما عن جد؟ في عند بداخله حدا عم بيحاسب. إيه طبعاً بكل شيء. بقى وإذا أنا بعد للناس اللي بحبها وبشوفها وبحب طلتها على التلفزيون،
فلازم كمان قصت حالي شوي شوي زيادة بس أعمل أداء يعني لحالي. إيه يعني أول شيء ببلش حتى الرب بيقول حبوا حالكم لحتى تقدروا تحبوا الآخرين. إلي قبل ما نختم معك خلينا نذكر سوا كم أغنية من أرشيف ربيع الخولي كتحية من حديث البلد لتاريخه الفني اللي نحن كمان بنلاقيه رائع وأدخل السعادة لقلوب كثير من الناس. مثل الغرباء نتلاقى ع نفس الطريق مثل الغرباء نتلاقى ع نفس الطريق ما بتحسبني من رفاقة ولا بتنشط غريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق وهي مثلي مشتاقة وبعيونا بريق جيدة يا بحر المرمر يا بحر المرمر ريدة بالجد الأسمر بالجد الأسمر جيدة يا بحر المرمر يا بحر المرمر ريدة بالجد الأسمر بالجد الأسمر بإيدها تهني لقلاب تهني لقلابي بإيدها تخليني أصهر بإيدها تهني لقلاب تهني لقلابي بإيدها تخليني أصهر ويا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا اسمعونا جينا نصيد الحبايب نصيد الحبايب قبل ما نصيد انقذونا انقذونا ويا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا 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 تلومونا دي تتصور أنا وياكي اكتب عالصورة بحبك يا ملاكي إذا تصورتي مع حدا غيري خزي الصورة وقلبي بينساكي إلي يعني بدنا نهنيك على هالسكوب أنت زميل عزيز ونحن بننبسط لك مثل ما بننبسط لحالنا وبدنا نسبقك معنا بالحلقة حديث البلد مع إيناس أبو عياش أبو عياش وأهلا وسهلا فيك بحديث البلد إيناس أبو عياش أنت سفيرة جمعية كن هادي اللي تأسست بعد وفاة الشاب هادي جبران واللي هدفها توعية الشباب على السلامة المرورية والليلة عم نستضيفك بحديث البلد لنحكي عن كلاسيك تاكسي نايت كن هادي اللي رح نظموه ب 18 نيسان بالبي او 18 بيروت إيناس عندك حس إنساني متقدم جداً وكنت حابة تدخلي بالشأن الاجتماعي ودخلتي عن طريق جمعية كن هادي لما عرضتي المساعدة عليهم وصرتي عضو من هالجمعية حطيتي إيدك معهم وتم تعيينك من 4 أشهر سفيرة وأنت اليوم أم لطفلة عمرها 2 الله يخليها شو اسمها؟ نانسي نانسي قدي كم شخص اللي قضوا هالسنة بال 7000 شخص بجرحة 7000 شخص جرحى نعم وفوق 600 شاب وصبيه بيموتوا بالسنه عنا بلبنان حرام اكيد رقم كثير كبير هالموت يعني. السخيفه بعدين عم تحكي برقم بنسبه بلد صغير يعني نعم. ما عم تحكي ببلدان واسعه بلد كبير مثل تقسيمه دول اوروبا يعني بلدان كثير مدينه ببلد كبير كانه بعدين عم بروح فيها لادي يعني كاس عم بيروح عليها حرام حرام اليوم شو مشاريعك الاتيه كسفيره للجمعيه
أنا تبنيت ثلاث مشاريع بيكون هادي. نعم. أول مشروع اللي هو السنتر، هيدا السنتر رح يكون لأهالي ضحايا السير. نعم. والأشخاص المتضررين من حوادث السير. هيدا السنتر أنت بتعرفي أنه أصعب شيء أنه حدا يفوت شخص. الله لا يجرب حدا. الله لا يجرب حدا أكيد. وبتعرفي أنه مش كل إنسان بيقدر يتخطى هيدي المحنة. صح. وهيدي المحنة يعني منا أصلاً هينة تتخطيها. صح. كرمال هيك كن هادي فكروا بسنتر تكون فيكتم سبورت سنتر. تاني مشروع هو المدرسة. نعم. المدرسة هلأ بلشنا فيها، رح نبلش بأول مشروع اللي هو المدرسة. نعم. نحنا منقول لهالشباب والصبايا ياخدوا تاكسيز ليرجعوا على البيت. نعم. بس كمان نحن رح نحاول انه نساعد هالشباب والصبايا يوصلوا على البيت مرتاحين. يعني رح نعمل تاكسي، رح تكون تاكسي سكول كون هادي، رح يكونوا انا بتمنى كل شركه بلبنان تاكسي تكون من ضمن هيدي المدرسه. رح نقدم تبع شوفريتها تبع شوفريه اكيد. نحن رح نقدم نعلم قانون السير. نعم. مجانا. نعم. رح نعطيهم شهاده من كون هادي. نعم. ورح يكون كمان في اب لكون هادي. التاكسي بتقدر بتحط، رح يكون في شيء بتقدر تحطه بقلب التاكسي وهو رح يكون متواصل مع هيدا الاب. نعم. انه بنعرف وين التاكسي، فيكي تطلبيها اي ساعه طلعت اي ساعه تركت مين الشوفير، وكمان بيكونوا بيعرفوا يعطوا ادائهم. نعم. مزبوط على الطريق، واهم شيء يحترموا قانون السير. نعم. التوت بيقول لك شو اللي بيضمن لك انه التاكسي ما يكون شربان؟ لا اكيد لازم ما يكون شربان. هون على سبيل النكته كمان. وثالث مشروع، ثالث مشروع هو اسم الله عليك. نعم. ثالث مشروع هو انا لإلي من احلى المشاريع، جنينه. رح نعمل جنينه ببيروت. هيدي جنينه رح تكون لذكرى ضحايا السير. اليونايتد نيشن قررت انه نعم. كل ثالث احد نعم من تشرين الثاني نعم هو ذكرى لضحايا السير، فنحن رح نقدم لهم جنينه لهالاميات والعيال انه يقدروا يضووا شمعه للي راحوا، وبهيدا النهار نقدر نتذكر اللي راح ونعلي صوتنا للسلطه انه شو ناقصنا بلبنان، كيف لازم انه شو لازم نعمل لنساعد دولتنا انه نطبق قانون السير. ايناس، شو الهدف من الكلاسيك تاكسي نايت كون هادي؟ كون هادي اول مين ما عمل تاكسي نايت. نعم. وكون هادي اول مين حبس وساعد انه وطلب من هالشباب والصبايا. نعم. انه ياخذوا التاكسيز. لانه بتعرفي منى انت عندك اولاد. نعم. اليوم بس يظهروا قد ايه بتخافي عليهم يرجعوا. نعم. اذا بيشربوا سيئين او شيء كرمال يعني انتوا اول مين سوقتوا لفكره انه بليز اذا كنت شربان ارجع بالتاكسي وهيدي العشاء لتحفيز هالفكره لتحفيز هيدي الفكره. نعم. ولنقول لنعود الشباب والصبايا على فكره التاكسي. نعم. وبدي ادعي وذكر كل الحابين يعني يحطوا ايدهم بايدكم ويحموا اولادهم بنفس الوقت انه يشاركوا بالكلاسيك تاكسي نايت كون هادي اللي راح تحصل ب 18 نيسان بالبي او 18 بيروت، واللي عم بتنظموه وحتى يقدروا يكونوا موجودين بهالسهرة لازم يتصلوا على الأرقام اللي رح نحطها بأدنى بأسفل الشاشة اللي هن 7126441415 و05959412 لحجز بطاقاتهم. مشكورين كتير على هالمجهود وإن شاء الله الله بيرد عن أولادكم وعن أولاد الجميع. Thank you. أنا كمان حابة اليوم من برنامجك. نعم. لأول مرة كن هادي رح نطلق هاشتاغ. نعم. الهاشتاغ رح يكون كن هادي تاكسي نايت. نعم. هيدا الهاشتاغ رح نطلقه كرمال الشباب والصبايا الجايين بالتاكسي لأن نحن بنبعث لهم التاكسي مجانا. أها. إيه كل اللي بيجوا على هالسهرة هي التيكت موجود فيها تاكسي بتجيبك وبترجعك على البيت مجانا واكيد الكل مدعو. نعم. فالهاشتاغ رح يكون خصو فيي احلى صوره بالتاكسي وهي جايه على السهره رح تربح ايفون 6 من سفيره كون هادي كمان. على جاي يعني في هو وجاي على هيدا بيصور حاله سيلفي ولا لازم يصور اني بتصور بالسياره بالتاكسي حامل القنينه انا عم بشرب فيك تشرب ما هي اليوم ما هي الفكره عم تطلع بالتاكسي هي منها. فهي انه لنحمسهم انه اكثر ما هي الفكره منها يعني
انه يجوا ويسهروا وينبسطوا ويرجعوا، وبقلب السهرة رح ننقي احلى صورة، وبقلب السهرة نقول الاسم ونعطيه الكادو. يعطيك العافية عن جد على هالحس الإنساني وعلى اندفاعك لهالمشروع مبين من قلبك، وعلى الأفكار الحلوة اللي عملت بالسياح. يعطيك ألف عافية ورح نستبقيك معنا. وهلا موهبة البلد مع ريمو السخن. مساء الخير ريمو السخن، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد ضمن فقرة موهبة البلد. لا مش معقول يعني بلشت الهضامة من هلا. هلو واقف على اجريه وحاطط الايد. بدي اقول انه هالفقرة الخاصة عم نستضيف فيها كل مرة موهبة جديدة بيحكموا عليها الضيوف، وبدي اقول للمشاهدين انه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم مباشر هو 03-02-3664، وبنستقبل كل اصحاب المواهب من غناء، رقص، سحر، رسم او اي مهارة مميزة زي مثل ما راح نشوف معك الليله، من عمر السنه لل 100 سنه. وفيكم تدخلوا كمان على الابلكيشن اللي عم نشوفها على الشاشه وتعبوا المعلومات المطلوبه لتشاركوا معنا بهالفقره مثل ما راح يعمل استاذ ريمو الليله. ريمو شكرا. انت من قرطبه ومن 8 سنين بلشت قصتك مع مستر ريكي. نعم. اللي خلق من ام لولو واب بيشو. مظبوط. الدكتور فضل الله منير اكتشف ذكاء ريكي وتوقع له مستقبل باهر، ومن خلاله انت اكتشفت موهبتك بالتدريب كمان. بالزبط. يعني نقشت من الجهتين. هالموهبه بتدريب الحيوانات الاليفه اللي رح نشهد عليها الليله. كيف قدرت تبني علاقه مدرب وصديق مع هالكلب الوفي اساسا؟ هو مثل ما قلت وفي، والكلب بياخد من شخصية صاحبه. نعم. فهو قدر انه يركز معي لانه انا بطبعي شخصيتي هادي. نعم. وهو هادي، اخذ من شخصيتي وقدرت اني اتواصل معه بال يعني بالنظرة. نعم. حتى كل شغلة كل خطوة حتى عم بيقدر يفهم علي، حتى نعم. بالحكي او بالإشارة او بالإصبع او بأي شيء. لك ما بتطلع فيك انت وعمال تحكي ما بصدق والوقفه بيفهم يعني كل شيء بقوله. عم يعني عم بيطلع فيك كانه عم بيسمع لك يعني. نعم. نحن جاهزين لنشوف عرضكم سوا. اوكي ثانك يو. شيواوا 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 Rafa Ricky.
يلا ركي هون يلا 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 خليك يلا 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 شو كيفك مع ال لا أنا بحبك اهلا وسهلا فيك ريمو عن جد شابوبا توت كتب لك سير ريمو مزبوط بينزل بحميلك السياره على بكره ريكي ريكي هلا صارت الارقام قدامكم نحن حتى هالموهبه تقدر تنزل بفيديو حد حديث البلد لازم تحصل على 3 نقط اعلى من 7 اوكي فانتم الليله مشاهدينا كان مفروض نعيم يكون يلا هات لشوف كيف انا رح اعطي كمان بدل نعيم الليله رح صوت لانه نعيم راح على المسرح لحتى نعطيه علامات لاستاذ ريمون فضل لك يعني بيعود هيدي ناين ناين اوكي لا هيدي هي هيدي ناين اي كم ناين انا صار عندي حضرهم كله صار عندي شي 3 4 ناين 8 ناين قد انا كمان حط لي 8 من عندك انا بصوت على نعيم وناين وناين و8 يعني اكيد تاهل تاهلتوا انت وريكي لحتى تدخلوا على سباق موهبه البلد الفيديو كليب الخاص فيكم مثل ما قلنا رح يكون حد برنامج حديث البلد على ويب سايت الام تي في والفيديو اللي بياخد اكثر نسبه مشاهده هو اللي بيربح معنا اخر السنه اكيد كثير رح يفوتوا يتفرجوا على ريكي بعتقد يعطيك العافيه ثانك يو ثانك يو ريمو شكرا كثير شكرا باي ريكي باي حديث البلد مع جين أنسول وجان بول بيتار مساء الخير جان بول وجين وأهلا وسهلا فيكم بحديث البلد انتوا ضيوفنا الليله بعد مشاركتكم اللافته بدانسينج وذ ستارز على شاشه الام تي في جان بول انت الوصيف الاول لملك جمال لبنان 2014 ومان اوف ذا مانث بحسب مجله سبيسيال اللي اختارتك بعد خروجك من دانسينج وذ ستارز لانك بتجمع بين العمل الانساني والثقافه والجمال اكيد مثل ما شايفين المشاهدين جين ما ضروري اقول لهم للمشاهدين انه في جمال بعتقد هن منهم لحالهم انت كمان حبيبتي اسم الله عليك انت عارضة ازياء ومغنية لبنانية حاملة عدة القاب جمالية من بينها مس بيوتي عرب 2014 مس بيكيني 2013 نعيم اخذها هيدي كمان بس منه هو اخذها البيكيني هو مستر بيكيني مس انتركونتيننتال 2012 بس اهم شيء انا ما بحكي بقفاله نعيم يعني 3 القاب جماليه مهمه جيم بتقولي انك انسانه مثابره جدا وبتعملي المستحيل لتحققي احلامك كنت ناويه تضيفي لقب رائسه لقلبك اكيد انه دانسينج وذ ذا ستارز كانت اكسبيرينس بتعقد لقلي وهلا بتمنى انه ارجع يعني اذا في طريقه اقدر ارجع ما بقول لا قد ما كانت حلوة أكيد ولو ربحت أكيد كنت بكون كتير مبسوطة على كل حال مجرد وجودك بهالبروغرام هو ربح وإكسبوجر وتجربة بعتقد لألكم اثنيناتكم جان بول وجين قبل ما نكفي ونتوجه لك جان بول بالحديث خلينا نشوف سوا هالمشاهد لألكم من دانسينج وذ ستارز بلاير باسم كارمن أو جين للأسف جين بتغادرنا جين ومحمد مبروك لكارمن وأسادور و65.5%
نسبة تصويت لإله. مين رح نودع الليلة؟ بالكوب يلي حصل على أقل نسبة تصويت من الجمهور ورح يغادر برنامج رقص النجوم هو للأسف بنودع جان بول وساندرا. مبروك إبراهيم وكارولين. فينا نقول إنه these are moments of broken hearts. أنا بدي لك شغلة. لا لا أبداً. أنا لا. بالنسبة لي كنت بفكر إنه بالمدرسة ممكن جيب أوطى علامات بتاريخ حياتي. طلع لي Dancing with the Stars أعطوني علامات أوطى من أيام المدرسة. أنا بالمدرسة جايبة أوطى من Dancing with the Stars. لا هدول moments ما راح تنسيهم بحياتي. قال عم بيقولوا لي إنه توت حابب يعرف كم قطعة تياب لابسة ويشوفهم على الواقف. هول قطعة فينا نشوفهم كثير حلوين. بس كم وحده اذا فينا نعدهم؟ هن قطعتين دفنتلي. وحده اثنين ثلاثه لا هي قطعه اذا بنحكي لايرز من تحت عم نحكي لايرز وتقطع عينه رفيعه مشان هيك بده يتفرج. ليه بقول لك كثير على كل حال. جان بول انت خريج هندسه كمبيوتر وعم تشتغل بمجال المعلوماتيه من 6 سنين. الجمهور تعرف عليك بعد فوزك بلقب الوصيف الاول لملك جمال لبنان سنه 2014. صحيح. اليوم مشاركتك ب Dancing with the Stars هي اللي فتحت لك الباب لتختارك الام تي في لتقديم مستر لبنان بتعتقد؟ صحيح معقول ايه. هلا هي اكشلي Dancing with the Stars كثير ساعدت كاكسبوجر مع انه ما كنت كثير على طبيعتي لانه ات واز هيدي كانت اول اكسبيرينس تجربه لإلي قدام الكاميرا وببروجرام يعني كثير بينحضر. نعم بس ايه ما في اقول لا definitely كانت هي الدافع الاساسي لاقدم مستر لبنان هالسنه. جين انت مواليد 1 نيسان 1990 شو هالكذبه الحلوه باول نيسان. درست تمثيل واخراج وعرض ازياء وهالعرض الازياء كمان كان بابك الاول للاضواء. من بعدها شاركت بمسابقه ملكه جمال لبنان 2009 ومؤخرا دخلت مجال الفن وقدمت اغنيتين هن لاف يو لاف يو شيل عيونك عنه. هاي فيها غيره الغنية شوي يعني. شو بتقول؟ شيل عيونك عنه حبيبي انا منه مهتم لغير وجودك كانك مش موجوده. انا اعطيني قلب وحنان الدنيا كله بعيونه انا الشمس ما تكوني في موعود. لكن خلينا نشوف سوا مشاهد من هالكليبس قبل ما نكفي. بلاير باسم. لاحظ جرعات عالية من الإثارة بهالكليبات، قديش عم تعتمدي على الإغراء للوصول للنجومية؟ هلا أول كليب اللي عملته على البحر يعني كثير كأنه أنا لأنه أنا يعني ضليتني على طبيعتي فيه، أوكي صح إنه كنت لابسة مايو وهيك بس إنه على البحر ما رح ألبس كنزة يعني. صح إيه وعاد إنه عم بس إنه أنا حلوة أوكي بس إنه بذات الوقت عم بستعمل شغل بتوافقوا شباب؟ بتوافقوا شباب؟ لا مش شايفة بحالي ما تفكروني
شايفه بحالي، بس انه انا قصدي انه عم بشتغل. لا بس انت غنيه بتقول انا حلوه وعارفه حالي، يعني هاي مثل غنية غنتها اول شيء السيده سميره كوفي، فهيدا نوع من الثقه بالنفس، يعني ما حدا رح يقول شايفه حالك لانه واضح الامر للعيان يعني مثل ما بيقولوا. عم بستعمل شغلتين لانه انا اصلا بالبرفورمانس تبعي عم بيكون في رقص، نعم. وعم كون عم بغني، نعم. يعني ما فيني بس اعتمد على صوتي كمان، انه بدي اعتمد على شكله. اكيد اكيد. لانه كمان اليوم الكليب هو عباره عن استعراض عمال يكون بنفس الوقت. شيل عيونك عني اعرف غني، شيل عيونك عني اعرف غني، بعده قلبي صغير محيرني ومحير، بعده قلبي صغير محيرني ومحير. جان بول بيطار، استفدت من لقبك الجمالي لتطلق حملة كان سيرفايف بالتعاون مع جمعية كيدز فيرست اللي تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان. كان مفروض تكون ضيفنا بس دانسينج وذ ستارز منعك مع الدكتور بيتر نون، لأن كنت تعاونتوا سوا كمان بهالمشروع، وتبنيت قصة الطفلة كريستي بنت السنة ونص اللي صورت معها بوستر بعنوان دونيت. صحيح. بس ما اكتفيت بهالشيء وجلت بنفسك على بعض المطاعم لتأمن دعم مالي أكبر لعلاجها. شو حركت فيك هالطفلة الصغيرة؟ أول شيء بدي أقول قد ما قاعد أحكي هلا أفسر، يمكن ما رح أقدر أوصل الرسالة اللي بدي أوصلها غير ما العالم تنزل وفعلا تزور هذا المركز، لأنه غير ما تعملي هالإنتراكشن بينك وبين هالأطفال ما حد تندقري مزبوط. يلي خلاني أفكر بهذا المشروع صراحة ما بدي اجي احكي كماليات، بس هذا الامر الواقع، يعني ما في شيء سيلف ساتسفاكشن ممكن تاخذيه، هذا الاكتفاء الذاتي بتاخذيه بالحياه الا ما تعطي حدا شيء. وما لقيت غير الطفل اللي هو بيكون كثير عاجز بهذا العمر انه يحارب مرض هالقد قوي، انه نجرب نرجع له البسمه لحياته. اكيد. كولا كريستي الليله رح نحضر هالغنيه من حديث البلد. يعني ان شاء الله كريستي تطير وتعيش حياتها، وكل طفل مريض مثلها هي سيمبول اليوم للطفل المريض. جين انسول وجان بول بيطار وانترفيو سيفا. بدنا منكم صفة لكل شخص اشترك ب وحدة، يعني لكل شخص مشترك هلا بدانسينج وذ ذا ستارز، فيكم مثلا إذا وحدة ما بتحبيها بتقولي لي زنخة مثلا. فينا أقول. إيه فيك، عرفتي؟ ثقيلة، شايفة حالها، فيكم تقولوا نفس الشيء جان بول، بدنا صراحة. أكيد هيدي عندي إياها أنا صراحة. أوكي طيب. جين ريما فقيه. أحلى قلب. طيب كثير، بنوجه لها تحية كمان. جان بول أنتوني توما. ستار. ستار. جين جابرييل يمين. كثير مهضوم. في انا علق على جابي. جابي هو المعلم فعلا. هو ماستر عن جد بادائه بمسرحه بكل شيء بيعمله. جان بول داليدا خليل. بنت صغيره بتحسيها قد ما انها طيبه قد ما انها رقيقه قد ما بيبي، يعني فينا حلوه ومهضومه. مش حلوة وكذابة، حلوة ومهضومة. حلوة ومهضومة. محمد عطية. كمان كثير فانية. حتى كثير مهضومة. ايه. كارمن لبوس. لادام هي عندك السيدة، عندها كل الكلاس، الأناقة، الحضور، الكاريزما فعلا. يعني ما رح نقول واحد بدنا نعمل لهم تحية كلهم سوا. جين روني فهد. روني الشخص الخلوق، شخص الخلوق عن جد، مش انه بيقولوا رياضه بتاعتي اخلاق، روني عن جد اخلاقه كثير 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 عاليه. على سيرة الرياضة كمان جورج بيعمل جيم. هلا كنا عم نحكي بأخلاقه يعني. لا وأخلاقه كثير منيحة كمان. ما قلتي لي عن روني. بوافقوا الرأي. اوكي. جان بول ليلى بن خليفة.
ليلى ليلى مجموعة صفات فعلا يعني مش رح قلك جمال لأنه هذا شيء كتير واضح بس ليلى عندها هالفي ناس يلي ما بتشوفيها بحياة الله سيدة هيدا كمان صفة كتير حلوة جين رين أشقر رين أشقر كتير سكسي شو خاص أهل أو صح؟ لا فيك تقولي هيك ما بدي تقولي شيء تاني هيك بلاقيها يعني جان بول أمينة أشرف أمينة هي التينيجر تبع الشو كانت فعلا مش معقول شو اوت جوينج شو فريندلي يمكن بتعطي فيرست امبريشن كثير غلط يعني انا لما شفتها لامينه ما استهدمتها بكل صراحه قلت ان شاء الله ما يصير في كونتاكت بيني وبينها لانه ما حطيقة بس لما تتعرف عليها 180 دقري بتغيري رايي لذيذه ومهضومه طيوبه ولذيذه ومهضومه جين ابراهيم سعيد كمان كثير قريب للقلب ولذيذ كلهم طلعوا لذيذين وقرب للقلب بحس لانه بيعيشوا مع بعض بفتره من هال هلا نحن بدنا ننكوش شوي ناخذ حكي اذا بتسمحي لي انا اليوم مزعل امي اذا في وجه لها رساله واعتذر منها على الهواء ولا اكيد الكاميرا اذا هيك كمان اكيد ماما انا بحبك وبعتذر منك ومش قصدي ازعل هي بدها زقفه هي بدها زقفه تحيه لولدتها ولكل الامهات مثل ما نبلش حديث البلد مع الضحكة بنختم كمان مع الضحكة الليلة رح نشوف على الليد أحلى الكاريكاتيرات اللي وصلتنا هالجمعة عبر أبليكيشن كاريكاتور لازم تنزلها جورج أنت عندك سنس أوف هيومر هالأبليكيشن الحصرية بحديث البلد واللي أعلننا عنها مع انطلاق الموسم عن جد بنحب تبعتوا لنا كاريكاتير ما تنسوا تبعتوا تعملوا داونلود لأبليكيشن كاريكاتور من اي سمارت فون عندكم اياه وفيكم تنقوا الشخصيات اللي بتحبوها اللي موجوده وتحطوها بالسيتويشنز اللي بدكم اياها بالباك جراوندز اللي بدكم اياها وتحطوا لها الحوار اللي بيجي على بالكم او بتحسوه مهضوم وتمضوا اسمكم او اللقب اللي بتحبوا تطلعوا فيه وتبعتوها على حديث البلد هلا خلينا نشوف سوا شو وصلنا هالاسبوع من الكاريكاتيرات عم نشوف اليسا مع الدكتور سمير جعجع اليسا بتقول له بستناك بستنى اشوفك على الكرسي واستريدها معك يعني بعتقد هي بستنى اشوفك على الكرسي بتعرفوا قد ايه صوتها منى حلو سامعين قد ايه صوتها حلو هلا انا عاده دائما بعض مرات بس بكون عم بحضر بصير عالي لما بتغني ميرسي بدي اجرب على جين هلا بنزل فيديو كليب ما رح اغني هلا ثانك يو ميرسي دكتور جعجع بيقول لها اكيد 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 وبتصير سريدا اسعد وحده ميشيل الفترياديس مع مايا دياب ميشيل بيقول لها بدك تفوتي معنا على نوير سان مايا بتقول له اذا في سولاريوم فوت تحيه لمايا اللي امبارح سمعنا سوا ثاقبت الدكتور جعجع كمان عن جديد بيقول له ابو الميش للجنرال اكيد مثل ما شايفين ابو الميش شو رايك يكون في رئيسين انا 14 وانت 8 اذار الجنرال عم بيقول له اوف فكره كثير حلوه منك هين يا حكيم انا قبلين فعال اذا هيك بس بصير في بلدين على هالمعدل يا ريت بيقعدوا حد بعد هالكرسي وبيريحونا بقى بيكون كثير منيح عن جد بس ما هو المشكله انه الكرسي ما فيها ضيوف ما بتساعدنا ما بتساعد ما بتساعدنا ما بتساعد غير شخص المهم يقعدوا يتفاهموا هي واحد وما بتساعد كان قصدك يعني هي واحد وما بتساعد من الحديث يقعدوا فوق بعض وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت وضيوفنا لليله كانوا النقيب شكيب قرطباوي قيس الشيخ نجيب جورج الراسي وجوال حاتم وبيبي جو الزميل إلي أحوش إيناس أبو عياش موهبة البلد مع ريمون سخن وجون بول بيطار وصديقنا اللي طار على المسرح نعيم حلاوي تصبحوا على ألف
انتظرونا.